هو سؤال غريب لكنه مثير جدا، لأنه بيفتح آفاق عشان نفهم بيها كيف يفكر ترامب. سؤال هو، هل التقى إيلون ماسك بسفير إيران لدى الأمم المتحدة؟ السؤال ده شغل وسائل الإعلام العالمية. في البداية بعد أن تسربت أنباء اللقاء من خلال شبكة CBS الأمريكية، أفردت صحيفة نيويورك تايمز مساحة كبيرة للحديث عنه، ونقلت ردة الفعل الإيرانية من خلال مسؤولين إيرانيين وصفوا اللقاء بأنه إيجابي. لكن بعد أيام من التسريبات خرج علينا الإعلام الرسمي الإيراني بأن اللقاء لم يحدث، ولم يقم إيلون ماسك بدور الوسيط بين إدارة ترامب وإيران. وهنا السؤال، ليه الإعلام الإيراني انتظر أياما لينفي خبر لقاء ماسك بالسفير الإيراني؟ لا يزال معنا في الاستوديو الأستاذ عباس ظاهر، مدير مركز الاستشراف للمعلومات، وانضم إلينا من طهران الدكتور عماد أفشناس الكاتب السياسي ورئيس نقابة مدراء مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية. أهلا بك يا دكتور عماد. والسؤال هو، لماذا انتظرت إيران بعض الوقت كي تنفي حدوث هذا اللقاء ما بين السفير الإيراني في الأمم المتحدة وإيلون ماسك؟ تحياتي لك يا أستاذ معتز، للضيف العزيز والمشاهدين الكرام. في الواقع ليس الإعلام هو الذي نفى، المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقاري الذي نفى هذا اللقاء. ولربما أستطيع أن أقول لك السبب، أنه خميس والجمعة تكون إيران عطلة، واليوم السبت قام بنفي الخبر. هذا السبب الوحيد الذي أستطيع أن أجده للتأخير في الرد. طب هو دكتور عماد، هي أصلا إيه المشكلة أن السفير الإيراني في الأمم المتحدة يلتقي بإيلون ماسك، اللي طبعا واحد من أثرياء العالم أو أثر أثرياء العالم، ولكن من ناحية تانية مرشح بقوة أن ينضم لإدارة ترامب؟ يعني أنا لا أتصور أن هناك مشكلة، ولكن في الداخل الإيراني طبعا كانت هناك انتقادات وهجمات عنيفة على الحكومة الإيرانية، حكومة السيد بيزشكيان، ومن قبل الأصوليين والمتطرفين. وأتصور لهذا السبب أرادت الحكومة الإيرانية أن تتجنب الدخول في هذا الجدل مع هؤلاء قبل أن تطمئن من الطرف المقابل. عمليا هناك شائعات كثيرة اليوم تثار من أن هناك اتصالات خلف الكواليس بين فريق ترامب والإيرانيين، ولكن يريدون أن يضعوا هذه الاتصالات في، إذا ما أردنا أن نقول، في حالة من السرية. وبعد ذلك لربما إذا ما وصلوا إلى نتيجة يقومون بالإعلان عنها رسميا. لحد الآن لأنهم لا يعلمون ما هو الموقف الأساسي لهذا الفريق، لم يستلم فريق ترامب الحكومة رسميا، لربما لا يريدون ذلك. أنا أتصور حتى لو حدث هذا اللقاء هم كانوا يريدون أن يبقى الأمر سريا، لربما جماعة بايدن، لربما الإسرائيليين أو غيرهم قاموا بتسريب هذه المعلومات لو حدث هكذا اللقاء. أولا، ثانيا هنا نقطة لربما ظريفة إذا ما أردنا أن نقول كانت موجودة، هو ردة فعل الإعلام الإيراني والجو العام في إيران. يعني عمليا لربما كان الموضوع نوعا ما جس نبض للموقف الداخلي في إيران. كان هناك موجة من الترحيب من قبل بعض وسائل الإعلام، العديد من وسائل الإعلام خاصة الإصلاحية منها من جهة، ودعم لموقف الحكومة من قبل وسائل إعلام أخرى، وطبعا كانت هناك وسائل إعلام تابعة للأصوليين، بعض الأصوليين، ليست حتى كل الأصوليين، يعني اتجاه هو متطرف من الأصوليين الذي قام بانتقاد هذا اللقاء إذا ما أردنا أن نقول. وإضافة إلى ذلك أن الشارع الإيراني لم يتخذ أي موقف سلبي تجاه هذا الخبر الذي انتشر بشكل واسع جدا في الداخل الإيراني، وهذا يعطي مساحة لحكومة السيد بيزشكيان
والنظام في إيران عمليا أنه إذا ما أراد أن يدخل، لأنه لحد الآن كان أحد المواضيع الأكثر جدلا في الداخل الإيراني، هل أن الشارع الإيراني مستعد لمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وحل الخلافات أو لا؟ أتصور أن هذا جس النبض هذا يعطي نوعا من المساحة للحكومة والنظام بأنهم إذا اتخذوا قرار بهذا الشأن سوف يكون مدعوما من قبل الشارع الإيراني بشكل واسع جدا. طيب دكتور عماد، من غير ما حضرتك تقولي أو لا عشان أنا أرفع عنك الحرج، يعني كأنه اللي أنا استنتجته أن هذا اللقاء في الغالب حدث ولكن كان ينبغي أن يكون سريا، وبالتالي نحن لا نريد أن نعترف بحدوثه إحنا كإيران. يعني اثنين، أن جزء من هذه الحوارات أو هذه اللقاءات ما بين قوسين السرية الهدف منها جس النبض، لأنه الشارع الإيراني يريد أن يعرف، أسف، الحكومة الإيرانية تريد أن تعرف إذا كان الشارع سيتقبل مفاوضات مفتوحة وعلنية مع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب أم لا. ثالثا، هناك طرف آخر وهو إسرائيل، وهو يفترض بشكل أو بآخر أن نراعي اعتبارات أنه ما يستغلش ورقة أمريكية ضد إيران. وبالتالي إجمالا أنا هروح للسيد عباس ظاهر واسأله، هل مفاوضات أمريكية إيرانية هي في مصلحة استقرار الأوضاع ما بين الاثنين؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال إذا بتسمح لي باختصار، المتحدث باسم الرئيس ترامب لم يعلق لا نفيا ولا تأكيدا للقاء. الإيرانيون بعد فترة نفوا، كان جس نبض كما قال دكتور عماد للشارع الإيراني، ومن هنا نستطيع القول أننا ميلون أكثر إلى أن اللقاء حصل فعلا. سألت حضرتك بهذا الموضوع والجواب كان فيه، حصل لإيران، للولايات المتحدة، للإقليم، للعالم مصلحة اليوم بحصول تسوية أمريكية إيرانية. أظن ومن خلال متابعتنا ورصد الآراء أن الإيرانيين بأكثريتهم ميلون لنعم تسويات مع الأمريكية لا تكون على حساب بلادهم ولا مصالحهم ولا سيادة بلادهم. وبالتالي الرئيس الإيراني اليوم بهذا التوجه الجديد ومن معه من أكثرية انتخبته سيذهبون عاجلا أم آجلا إلى مفاوضات منتجة مع الأمريكيين سبق وجربوها وحتى بالرئاسات الماضية عبر سلطنة عمان بموضوع الملفات النووية، لم تنتج سابقا، ولكن أظن اليوم إذا كانت هناك رغبة عند الأمريكيين والإيرانيين بوصول إلى تسوية ما ستنتج هذه المفاوضات، وهناك توجه بدأ يلوح حتى عند الأمريكيين والإيرانيين بأن ما كان غير مسموح في السابق في السنوات السابقة والعقود الماضية أصبح واجبا أن يكون في المرحلة المقبلة. كفى صراعات، يجب تغيير السياسات بمعنى تحقيق المصالح، وإذا كانت مصلحة إيران تتحقق بالتسوية مع الأمريكيين فلما لا، لن يعارضها أحد على قاعدة عناوين وضعت سابقا غيرتها المعادلات الزمنية، غيرتها المرحلة. وبالتالي فليكن اليوم هذا اللقاء جس نبض، يرفض من يرفضه، يوافق من يوافقه، هو امتحان اختبار تمهيدي للقاءات أخرى ستعقد قريبا جدا بين إدارة ترامب والرئاسة الإيرانية. تمام. دكتور عماد أبشناس، هنا بقى هيكون السؤال، إيه هي الخطوط الحمراء الإيرانية؟ يعني مثلا لأي مدى إيران متمسكة بفكرة وحدة الساحات وأنها تجر المنطقة كلها إلى حروب ضد إسرائيل، وإسرائيل مدعومة من أمريكا، ولا قبل لكل هذه هؤلاء الوكلاء بالدخول في معركة مع أمريكا وإسرائيل في نفس الوقت. اثنين، مثلا الملف النووي الإيراني، لأي مدى إيران متمسكة به أن يكون مستقلا في مقابل أن يكون تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية. ثالثا، لأي مدى إيران متمسكة بالدور الذي تلعبه في مساندة اللي بتعتبرهم المستضعفين في المنطقة وكلام زي كده، لأنه ده بيهدد استقرار دول أخرى. فضل دكتور عماد. أولا بالنسبة للملف النووي الإيراني، هو تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية، يعني عمليا إيران
عضوة رسمية في معاهدة حظر السلاح النووي، والمنظمة الدولية للطاقة الذرية تقوم بتفتيش المنشآت النووية بشكل دائم. هناك مفتشون ثابتون في إيران، في حين في بعض الدول يقومون بتفتيش دوري في إيران. لديهم مفتشون ثابتون هم مقيمون في إيران ويقومون بتفتيش يومي، و 45% من التفتيش لهذه المنظمة بشكل عام هو يتم في إيران. يعني 55% في 120 دولة، 45% في إيران يتم. وعمليا هذا التفتيش موجود، ولحد الآن هم لم يجدوا حتى نقطة واحدة. طب دكتور عماد معلش خدني لملف وحدة الساحات. أما بالنسبة لدعم إيران لحلفائها في المنطقة، هذا لن يتغير. يعني إيران قدرتها اليوم، أحد أوراق قدرتها في أي مفاوضات مع الطرف المقابل هي أنها لديها نفوذ إقليمي، لديها نفوذ إقليمي بشكل تاريخي. يعني هذه النقطة لربما البعض يعني لا يعرفوها، هذا النفوذ الإقليمي هو التاريخي، حتى قبل الثورة كان. طيب بشكرك دكتور عماد أبشناس، الكاتب السياسي ورئيس نقابة مدراء مراكز الأبحاث والدراسات الإيرانية.